الأزعة تقليد من التقاليد التي لا زال الجزائريون يحافظون عليها، والتي تمثل أعظم مثال من أمثلة التعاضد والتآزر بينهم. اليوم ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل، أبت قناة لضاب تي في أن تشارك مشاهديها الكرام وقائع إحياء هذه العادة هنا من عين المكان من قرية سنينة بلدية بابور. تابعونا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ولن نشكر قناة الهضاب على تواجدها بمنطقة السنينة ببلدية بابور لحضور هذه الوزيعة. الوزيعة. وهذا اسم من عادات وتقاليد المنطقة، وشي يشرف المنطقة أولا، وثانيا جات مع حلول شهر رمضان الفضيل، وحاجة يعني تشرف بزاف. نقول لهم يعطيكم الصحة على هذا التضامن وبارك الله فيكم. هذا من شيء مستمر، من شيء أخلاق منطقة السنينة. وهما اليوم كما نقول لك هذا جزاء الحمد لله في مع بداية شهر رمضان راهم قاموا بهذه العملية، وأنا جيت صدفة ما كنتش على بالي. ويعطيكم الصحة أنتم، بارك الله فيكم قناة الهضاب، وبارك في المواطنين نتاع منطقة السنينة. نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. وهذا الشيء يبين التضامن بين المواطنين، سواء للمواطنين اللي ميسوري الحال ولا سواء للمواطنين اللي ما عندهمش. وهذه إن شاء الله هذه الوزيعة مست شارك فيها خير أبناء بابور ومست 380 عائلة، يعني يعطيهم الصحة. وبمناسبة شهر رمضان إن شاء الله نقول لهم رمضان كريم
وبارك الله فيكم وربي يعطيكم الصحة ولهنا ويعطيكم الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قريب سنين أرحب بهم وأشكرهم شكرا جميل. وهذه الوزعة التي عملناها أنها من الجدود كل عام ونحن نديروا بها. وشكرا والسلام عليكم. الوزعة هذه كما راك تشوف فيها عندها قرن من الجدود وهي ماشية إلى يومنا هذا للجيل نتاعنا. احنا ما حبيناش نلغيو التاريخ نتاعهم، رانا متبعين الجدود نتاعنا ووالدينا. اليوم على كل حال انا درناها وتلمينا الاحباب الفاميلات ثلاثة ولا أربعة، القريات الناس النساب الاحباب وكلهم يدخلوا في الوزعة هذه. الوزعة هذه والناس اللي ما عندهاش تدي، يكونوا مثلا 10 و15 واحد ما عندوش ندخلوهم داخل الوزعة يديو يكون واحد والله زوج يبرع عليهم والله مثلا نفرقوهم على السهم والناس كل تدي. والولاد يجيبوا ولادهم يجيبوا الدراري الصغار يلعبوا هنا يتفرجوا، يعني ما شاء الله. يعني البلاد نتاعنا اللي كانت تبقى هكذا من الجدود للجدود ما عندي ما نقول لك، يعني ان شاء الله ماشيين بالخير. وان شاء الله الخير لبلادنا وراضيين لبلادنا ما يكون فيها غير الخير، ونتمنوا لها النجاح الحكام والسلاطين والدولة كاملة. السلام عليكم ويعطيكم الصحة. كي زرتونا في هذه المنطقة هذه اسمها تعتبر منطقة الظل، وحنا عندنا هذه الوزيعة هذه عندنا يعني كل عام نديروها. اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل يسمى كيشغل نشرة. وتبارك الله فيكم كي جيتوا ويعطيكم الصحة، وهذا ما نقوله واش راح نقوله. السلام عليكم، مرحبا بكم هنا في الدوار تاعنا. رانا درنا وزيعة ان شاء الله باش تربى ان شاء الله وتلمينا. رانا هنا يجان تاع الدوار، هذه وزيعة تاع خير تاع عروة. الزوال يدي، اللي عنده يدي، اللي ما عندوش يدي مرحبا بكم في كل وقت وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الى يوم الدين. اما بعد، هذه العملية التضامنية هي من اعمال الخير واعمال البر، وهي فعل أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة أنها صادفت شهر شعبان، تزامنت مع شهر شعبان الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان. فالناس هنا اجتمعت من باب الصدقة ومن باب الإحسان إلى الغير ومن باب الصلة. ونعلم نحن في ديننا أن الصلة والصدقة يطيلان الأعمار ويطرحان ويزيدان في الأعمار ويعمران الديار. فأسأل الله تعالى أن يتقبل صدقاتهم ويجعلها في ميزان حسناتهم. صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقات. فالله أسأل أن يبارك في هذه الصدقة وأن يجعل جمعهم جمعا مرحوما وتفرقهم تفرقا من بعده تفرقا معصوما. كذلك أن يجازي كل من ساهم في هذه المبادرة، خاصة الشباب الذين ساهموا في هذه المبادرة من باب إطعام المساكين وإطعام المحتاجين، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وجعل في ميزان حسناتهم وجعلها الله حجابا لهم من النار غدا يوم القيامة. وبارك الله فيكم.